داخل الإطار هذا الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك دارت واحد البادرة ديال توزيع الكمامات تقريبا واحد 50,000 كمامة اللي غادي توزع على الصعيد الوطني. هاد الكمامات هادو الهدف ديالهم هو أننا نحاول نوعيو المستهلكين خصوصا في الأسواق البلدية ولا الأسواق النموذجية اللي لاحظنا بأن ما كاينش فيها واحد نوع من التحسيس والتوعية كفاية بالكفاية. فكنظنوا بأنه العمل ديالنا غادي يزيد واحد الإضافة نوعية في هذا الباب هذا. فالكمامات اللي غادي نوزعوا هما كمامات انديفيديوال موحدين فيهم كمامة في واحد الغلاف بلاستيكي مع كذلك واحد النوع من التعليمات اللي هي الوقاية من الوباء ديال كورونا. هذا اختارينا هذا العمل هذا باش نحيدوا جميع الشكوك من ناحية ديال العدوى الانتقال ديال العدوى من انسان لاخر، بحيث انه غادي تسلم هذا الكيس البلاستيكي اللي فيه هذه الوثيقه وكذلك هذه الكمامه هذه بشكل منفرد. وكنظن بان هذا النوع هذا من العمل غادي يزيد يكمل ويوصل المستهلك المغربي لواحد النوع من الوعي والاحساس بالمواطنه والاحساس بالمسؤوليه، لاننا احنا كلنا مسؤولين وكلنا من الواجب علينا اننا نحافظوا على نفوسنا، نديروا الكمامه، نغسلوا يدينا بالماء والصابون او بالمطهر. التباعد هو مهم جدا وخصوصا في الاسواق وفي التسوق، حيث اننا كنلاحظوا خصوصا في هذه الاسواق هذه النموذجيه واولا البلديه ما كاينش واحد النوع من التباعد، ما كاينش واحد النوع من الاحترام ديال ارتداء الكمامه. فهذا هو الهدف ديالنا كجامعه وطنيه لجمعيه المستهلك، وهذه هي المساهمه ديالنا كمجتمع مدني في هذا المكافحه ديال الانتشار ديال وباء كورونا بطبيعه الحال جنبا الى جنب مع جميع السلطات الاداريه وكذلك المجتمع المدني اللي الهدف ديالو كذلك هو انه يحافظ على الصحه والسلامه ديال المواطنين المغاربه.